مع فقرة مطبخ إيديال، شاركي معنا سر نجاح الوصفة اللي حضرتي لوليداتك بمنتوجات إيديال، وفوزي كل أسبوع بمنتوجات إيديال وبعجانة من النوع الرفيع في القرعة الكبرى. شنو هي الوصفة اللي تبغي تقدمي لنا؟ إيديال مع الأمهات للحياة. من جديد مرحبا بكل سيدات والحادقات والحادقين. اول شيء قبل ما نبداو وناخذوا المستمعه ما شاء الله عليها اللي طبقات كل الشروط اللي هي لاسوعد من ناظور، غنتكلموا على نقطه. اول شيء غدا ان شاء الله القرعه الكبرى باش اننا نشوفوا شكون اللي غيربح معنا العجانه. هذا خبر مفرح. الخبر اللي ربما قلقني صراحه هو سيده وصلت معنا البارح وتكلمت قالت لا علاش ما كتختاروناش اولا. شروط واضحه، يعني ان ملي كيعيط شي واحد، يعني باش نتفاهموا، ملي يكون ابل ما يمكنش لينا نجاوبوا عليه لانه ما غيوصلش لنا مع الصوره ديال المنتوج اللي استعملتي اولا ديال الطبق اللي حطيتي. فملي كالتزموا بشروط حنا كالتزموا معكم بكل الامور. شروط هي انكم تبعتوا واتساب ماشي مكالمه. وحاجه ثانيه، نهار الحد مع 8 ديال الصباح اش مسابقه كاينه دونك رجاء نحترموا هذه المسائل. سي فغي البارح سيده جاوبناها وشرحنا لها، وسي فغي كان كلامها شويه في واحد النوع ديال المهم ان البارح تفهمت. الحاجه الاساسيه ان ملي كتبعتوا الوصفه، يعني الوصفه الصوره ديال الحاجه اللي طيبتوها بهذا المعنى، الحاجه اللي طيبتوها، واكيد كيكون صوره حداها المنتوج اللي استعملتو من ايديال، وكتصيفطوه لنا واتساب لان كتصيفطوه صوره، ما يمكنش تصيفطوه لنا ابيل. كتصيفطوه صوره وكتبعتو على الرقم ديال واتساب هذاك الرقم 07 02 40 40. كتبعتوه اكيد ملي كتوصل وقيته باش اننا تنشوفو، لا انا ولا السيده اللي معايا، اكيد كنختارو وكنختارو دائما. والسؤال اللي كيتسول واخا حنا كنكونوا متاكدين كنسولو دائما ان ما تكونش ديجا ربحت معنا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، الا واحد ربح معايا في 2021 ما يمكنش ما يربحش معايا في 2022. هذه من الامور يعني له الحظ باش انه يربح المره الثانيه. الحاجه الاساسيه اللي بغيكم تفهموها ان السيده تبارك الله عليكم كنعرفوا ان السيده كتشارك من رقم وجوج وثلاثه واربعه، فما يمكنش ليا انني انا نكون مسجله كاع الارقام وعارفه انها ربحت منهم. كنعرف بالاسم، كنعرف بالكنيه، كنعرف بعض المرات من الوصفه، ولكن الارقام اللي ديجا كتكون رابحه بهم راه كنكونوا عارفين فما كنختاروهمش. ولكن الا كانوا ارقام جداد اولا دارت بالاسم بنتها ولا الاسم ديال الاخت ديالها ما يمكنش نرحموها. فرجاء حاولوا انكم تكتفوا الحدود ديالكم وتتبعوا الشروط الاساسيه، لان الرقم الاخر كيتبلوكا ديريكت ملي كيكون ابيل. فنحاولوا اننا نطبقوا الشروط الاساسيه ان نبعثوا الصوره والمنتوج اللي استعملناه في القلب ديالها ونبعثوه واتساب فقط. وهكذا ان شاء الله كتخليوا الحظ ديالكم باش انكم تختاروا بحال سعاد اللي راها معنا. سعاد صباح النور. صباح النور اختي جميله. لاباس عليك؟ امورك هانيه؟ الله يطول عمرك بارك الله فيك. الله يحفظك. كره الطاقه ياك بول دينيرجي هو الوصفه ديالك، اجي ناخذوا المقادير ديالك وشنو استعملتي في القلب ديالها من المكونات. هذه اقتصاديه بلا فرن، كنطيبش في الفرن. لا سمحي لي سعاد يلا تكلمت قلت انه رقم واتساب ياك كتبت واتساب ياك سعاد. ايه اوكي عيطوا لي اوكي قولك علاش ما اختاريتيناش. دونك رقم انت بعتي الوصفه ديالك واتساب. الواتساب تمام. فوالا الصوره والمنتوج والاسم ديالك والمدينه منين انتيا. تماما. فكان لينا الحق اننا نختاروك. يلا كملي الكره ديال الطاقه شنو عملتي فيها. مرحبا. انا خديت ربعه ديال الزنجلان حمراء وخليتها كونكاسي غير في العشوار غير جوج مهرمشه شويه جوج مرات. اي تماما باش يبقى ديك القرمشه. وواحد ربعه ديال الزنجلان حتى هي محمره وطحنتها على حسب الوليدات كيوحل لهم ديك حبيبه الزنجلان كيقول لك لا طحني طحنت وجمعت شويه ديال العسل. الكميه ديال العسل يكون الا كانت العسل ممتازه يكون احسن من هذيك العسل ديال السكر. نديروها كويورات ودرتها في الكويرطات خليتها على جنب وديرت واحد لاصوص خديت واحد الكويس صغير ديال الحليب وواحد مربع ديال الشوكولا 12 مربع تقريبا هكاك ديك الكلاد وديت واحد الساشي ديال الكاكاو ديال ايديال باش يخرج لي كاريري. انا شوكولا ما كانش عندي شي شوكولا نوع ممتاز غير شوكولا بادي الشوكولاته وصافي. خديت الكاكاو النسبه ديال مع الكاكاو تبارك الله ديال ايديال زوين باش يطلع لي نكهه صافي. خليته يذوب داك الشيء عقد شويه وخويت بقيت كنصب شويه على كل ديك الكويرطات وزينت بديك الفانيل الملون على حسب الاطفال كيعجبهم داك الشيء ملون هذا بالصحه والراحه. اول شيء تبارك الله عليك صراحه كيشهيو ما شاء الله عليك. لا سعاد اول شيء كتربحي معنا مجموعه من المنتوجات، ثاني شيء ان الرقم ديالك يدخل في القرعه ان شاء الله غدا باذن الرحمن.
كل السيدات اللي شاركوا معنا سواء اللي فازوا معنا واللي باقي ما فازوش معنا تكون وحدة التليفونات ديالكم، لان ما كنديروش فرز بل العكس اننا كنختاروا كل السيدات اللي شاركوا فقط يكونوا احترموا شروط ديال المسابقه ويكون الاسم ديالهم يكون مكتوب في الوصفه، واخا ما يكونوش ربحوا معنا في الربحات ديال النهار. غدا ان شاء الله كيف عودتكم عوداتكم جميله عوداتكم شاده اننا كنديروا التيغاج قدام عينيكم باش نشوفوا ان شاء الله شكون اللي غتفرح بالعجانه. فشكرا لك لاله سعاد، شكرا موصول كل السيدات والسادة اللي أكيد دائما نعود نكررها. شروط المسابقة بسيطة جدا ومعقولة جدا، هي أنكم الوصفة اللي صيبتوا الوليدات ديالكم مع الدخول المدرسي وشتوها أنها زوينة وشتو أنها رائعة أنها تشارك معنا، فكتبعتوها صورة مع المنتوج اللي استعملتوا في القلب ديالها، وأكيد كتبعتوها صورة على واتساب وكتكتبوا الاسم ديالكم بالكامل والمدينة منين نتوما. هادشي كله على الرقم ديالنا اللي نذكر به واتساب 07 02 02 40 40 على شدايف فامي. إلى سولناك شنو هي الوصفة اللي تبغي تقدمي لنا مع فقرة مطبخ إيديال، شاركي معنا سر نجاح الوصفة اللي حضرتي لوليداتك بمنتوجات إيديال، وفوزي كل أسبوع بمنتوجات إيديال وبعجانة من النوع الرفيع في القرعة الكبرى. إيديال مع الأمهات للحياة.